معاكم مسمرة من جيلي راشد، أنا معلمة الرياضيات. اليوم رح نكمل بصف الصف الثامن بالدرس الجديد الزاوية الخارجة للمثلث. كنا تعرفنا مسبقا على خصائص المثلث، واليوم رح نتعرف على خاصية جديدة. بداية نتعرف إيش يعني زاوية خارج للمثلث. هلا بقول لك أنا إذا كان عندي أي مثلث، هاي عندي هذا المثلث ألف باء جيم، مديت خط من أي رأس منها فرح يشكل زاوية. هاي الزاوية إحنا بنحكيها زاوية خارجة عن المثلث، أو إذا مديت خط من هون برضو هاي الزاوية بنقولها زاوية خارجة عن المثلث، وإذا مديت خط من هون كمان هاي الزاوية بنقولها زاوية خارجة عن المثلث. هلا هيك تعرفنا وين حنلاقي مكان الزاوية الخارجة عن المثلث. النظرية بتقول لك إن الزاوية الخارجة عن المثلث تساوي مجموع الزاويتين البعيدتين. يعني الشكل هون إن الزاوية رقم 4 قياسها بيساوي زاوية رقم 1 زائد زاوية رقم 2. هاي النظرية اللي احنا حنبلغها بهذا الدرس وحنشتغل عليها. هاي النظرية الزاوية الخارجة بتساوي مجموع الزاويتين البعيدتين، وهاي هي كأرقام. طيب نروح من النظرية هاي لبرهان هاي النظرية. طبعا ثامن برهان هذا النظرية مطلوب مطلوب مطلوب. أول إشي رح نيجي عشان نثبت أي نظرية بدنا نعرف شو المطلوب. المطلوب منك تثبت إنه الزاوية رقم 4 بتساوي الزاوية 1 زائد الزاوية 2. هذا المطلوب. طب بس ندخل بالمعطيات. المعطيات من وين بدي آخذها؟ من الشكل نفسه اللي هي هون. تعال ارجع على هذا الشكل. هذا الشكل بيمثل مثلث، ومجموع زوايا المثلث يعطيك 180 درجة. إذا الزاوية 1 زائد الزاوية 2 زائد الزاوية 3 كلياتهم 180 درجة، لأنه هدول لازم تبدل لهم من وين جبتها زوايا مثلث. طيب هاي المعادلة رقم 1 اللي طلعت معي. طب بدي أطلع كمان معادلة من الشكل من معطيات هذا السؤال أو من معطيات هاي الرسمة. إذا بتطلع هون فالزاوية 4 مع الزاوية 3 بيمثلوا تجاوز، ومتفقين احنا انه التجاوز على قطعة مستقيمة بيعطيني 180 درجة. إذا طلعت المعادلة الأولى من مجموع زوايا المثلث، وطلعت المعادلة الثانية من التجاوز على قطعة مستقيمة. الآن بدنا نعمل خطوة كنا نستخدمها لما كنا نحل معادلات بالحذف. عم بقول لك أنا اطرح المعادلة 2 من المعادلة 1. رتب هاي المعادلات. هي الزاوية 3 زائد الزاوية 4 يساوي 180، تحتها الزاوية 1 زائد الزاوية 2 زائد الزاوية 3 يساوي أيضا 180. المطلوب منك هون إنه أنت تطرح، اطرح 3 ناقص 3 هي زاوية 3 مع الزاوية 3 راحت، 180 مع 180 راحت بالصفر. طلق الزاوية 4 ناقص، افتح قوس في هدول التنتين، الزاوية 1 زائد الزاوية 2 ويساوي، ما هي ايش بتساوي؟ صفر. من هون انا وصلت للمطلوب. هلا بقول لك اطرح المعادلة 2 من المعادلة 1، رتبهم تحت بعض وبلش اطرحهم. هلا اول شيء الزاوية 3 مع الزاوية 3 اللي هي الزاوية 3 ناقص الزاوية 3 بصفر، بعدين 180 ناقص 180 بصفر. هلا ركز باللي بده يصير هون. هي الزاوية 1 زائد الزاوية 2 ناقص الزاوية 4. من هون بس أنا وصلت للمطلوب. إذا نقلت هاي على الطرف الثاني فأنا بكون وصلت للي أنا بدي إياه. هي الزاوية 1 زائد الزاوية 2 بيعطيني الزاوية 4. هون أثبتت هاي النظرية. هلا بس مثال سريع على هذا الدرس. بقول لك شوف كيف انا بدي اترجم السؤال، بدي اعرف وين الزاويه الخارجه. الف باء جيم مثلث، هي الف باء جيم وهذا مثلث، هي الف باء
جي. في هذا المثلث ألف قياسها 75 درجة، أي 75 درجة. بيقول لك الزاوية ألف باء دال، معناته بدي أمد خط من هون، هاي زاوية خارجة عن المثلث، وقياسها 137 درجة. هلا بيقول لك أوجد باقي القياسات هذا المثلث. طيب بده الزاوية من هون قد ايه؟ بده الزاوية من هون قد ايه؟ هلا هذا السؤال بينحل بكثير طرق. بداية خلينا نحله بالطريقة اللي بالدرس اللي احنا استخدمناها هلا. احنا اتفقنا ان الزاوية الخارجية اللي هي 137 بتساوي مجموع الزاويتين الداخليتين البعيدتين اللي هاي هون، هي 75 درجة زائد الزاوية جي اللي انا اصلا ما بعرف شو قياسها، ناقص 75 تروح ناقص 75 تطلع الزاوية جيم 62 درجة. إذا طلعت معي جيم 62 درجة. الآن بس بدي أطلع الزاوية با. هلا في طريقتين لإني أطلع الزاوية با، إما بكملها تجاوب من هون اللي هي 180 ناقص 137 بيعطيك 43 درجة من التجاور، أو تقدر تكمل هاي الزاوية مع هاي الزاوية مع هاي الزاوية لأنهم زوايا مثلث. بقول لك 180 ناقص 62 زائد 75 هي 180 ناقص 137 وتساوي 43 درجة. هون إذا بدك تيجي تبررها هدول زوايا مثلث، مجموع زوايا مثلث 180 درجة، سواء حلت بهاي الطريقة أو بهاي الطريقة فلازم يطلع نفس الجواب. يعطيكم العافية، سامي مستمرة بحل الأسئلة.